بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمه الله وبركته من الان والى الابد امين. ليعطي الرب كلمه عند انفتاح الفم بارشاد الروح القدس. نسمع ماذا يريد ان يقوله لنا الروح القدس في هذا الصباح المبارك. يعطينا اذانا صاغيه وقلوب مفتوحه لسماع وقبول كلمته المقدسه، حتى تاتي هذه الكلمه بثمر مقدس مبارك لمجد اسمه القدوس، ونتمم قول الرب يسوع له المجد: طوبى للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. أمين. هذا هو الأحد الثالث من شهر أبيب المبارك أيها الأحباء، ودائما أقول مقدمة عن كل شهر وآحد كل شهر، هذا الشهر يأتي دائما فيه عيد آبائنا الرسل يوم 5 أبيب، فبالتالي بتكون كل الآحاد تتكلم عن معونة السيد المسيح له المجد لرسله القديسين في كرازتهم وفي بشارتهم. فالأحد الأول كان يتكلم عن السلطان، سلطان إلا أعطاه لهم السيد المسيح: أنا قد أعطيتكم سلطانا لتصنعوا الآيات والعجائب وتخرجوا الشياطين، وأعطانا جميعا هذا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو. يأتي الأحد الثاني اللي هو كان الأسبوع الماضي، وهو يتكلم عن بماذا يكرزون وبماذا يبشرون. كانت شريعة المخلص أو شريعة الله، كلمة الله اللي كانوا بينادوا بيها، وكان الإنجيل يتكلم عن مرضين أو خطيتين يمكن اترسلت رسالة بيهم الأسبوع الماضي، وهو خطية العظمة وخطية العثرة، خطيتين اتكلمنا عنهم قبل كده بنعمة المسيح، اللي يحب أنه يرجع لكل هذه الكلمات بنعمة المسيح. بنعمة المسيح النهاردة الأحد الثالث يتكلم عن هذه البركات. كانوا يتكلمون بكلمة الله، وبالتالي كل من يسمع لهذه الكلمة يأخذ من هذه البركات ويتمتع بهذه البركات في حياته، بركات كلمة الله. وزي ما اجتمعنا الإنجيل هو لمعلمنا لوقا البشير، وهو يتكلم عن إنجيل البركة. إنجيل معلمنا لوقا البشير الأحد الثالث من شهر أبيب هو نفسه إنجيل الصلاة الساعة 9، صلاة الساعة 9، ولما رجع الرسل حدثوه بما فعلوا. وكلنا نعلم عن إنجيل البركة أنه المعجزة الوحيدة اللي مذكورة في 4 أناجيل من أجل عظم هذا الأمر وأهمية هذا الأمر في حياتنا كأولاد الله، حياة البركة. كان بنعمة المسيح لي أيضا السنة الماضية، كان بنعمة المسيح أيضا هذه العظة، وتكلمت عن أسرار البركة، والرسالة دي حتاجي بعدين في الظهرية إن شاء الله كالرسالة المعتادة. اليوم بنعمة المسيح أريد أن أخذ جانب واحد بس من مصادر البركة. هناك مصادر كثيرة للبركة، أهمها هو أول مصدر والأساسي في حياة في البركة هو الله. الله هو مصدر كل نعمة وكل بركة، زي ما قال معلمنا بولس الرسول في رسالته لأهل أفسس: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. لكن من ضمن كل هذه المصادر أنا أريد أركز من خلال عظة اليوم أو من خلال إنجيل اليوم آسف. قول السيد المسيح لتلاميذه: اتكؤوهم فرقا فرقا 50-50. ففعلوا هكذا واتكؤوهم أجمعين. وهنا أعطى السيد المسيح البركة.
لو تخيلنا أن التلاميذ في الوقت دي مع كل هذه الجموع الكثيرة رفضوا أنه يسمعوا لكلام المسيح، وكانوا يقولوا له ما تخليها بالبركة يا رب، ما تخليها بالبركة، خليها بالبركة دي، اسمعوا الرسالة بتاعت النهاردة عشان نفهم معنى هذه الكلمة. كان ممكن الجموع الكثيرة دول لما يجي التلاميذ يقولوا لهم لو سمحتوا كل 50 يقعدوا جنب بعض، كان ممكن منهم ناس يطلعوا يقولوا لا مش قاعدين، أصل في ناس دايما إيه ضد النظام، في ناس ما تحبش النظام، في ناس تحب باستمرار، بس هي اللي هي عايزة تعمله للأسف. كم ممكن جموع كثيرة، كم واحد؟ 15 فرد، 5000 رجل، لو أدينا لكل رجل امرأة وطفل واحد أدي 15 فرد. لكن بالرغم من كده سمعوا الكلام، يعني عملوا ايه؟ يعني اطاعوا. ودي رسالتي النهاردة بنعمة المسيح وتأملنا اليوم يا احبائي، البركة من خلال حياة الطاعة، البركة من خلال حياة الطاعة، بركة الطاعة. لعل اعظم بركة ننالها يا احبائي في الوجود هي بركة الخلاص المجاني، اللي قال عنا معلمنا بولس الرسول هذه الآية: باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. بركة لربما الإنسان الأول فقده بسبب إيه؟ عدم الطاعة، بسبب عصيانه لله. لكن حاليا وفي كل زمان كل أولاد الله المباركين يوم ما يسمعوا ويوم ما يقبلوا ويوم ما يطيعوا نسمع بنعمة المسيح في مجيئه الثاني المبارك هذا الصوت المملوء فرحا: تعالوا إلي يا إيه؟ يا مباركي أبي، رسل ملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. لعلها هي وصية من العهد القديم من سفر التثنية أصحاح 11 وعدد 27: أنا واضع أمامكم اليوم بركة ولعنة. أمر موجود في العالم، في خير في شر، في نور في ظلمة، في بركة في لعنة. البركة يقول لنا كده لو سمعنا وأطعنا لوصايا الرب إلهنا، ونقراها في سفر التثنية أصحاح 28 وحاجة لبعض المقتطفات فيها. نرجع النهاردة ونقرأ سفر التثنية أصحاح 28 ويكلمنا عن مين اللي ينال البركة ومين يحمينا ربنا اللي ينال اللعنة. اللعنة للذين رفضوا أن يسمعوا لمشورة الله وكلمة الله وزاغوا عن هذا الطريق. المثل العام يقول لك كذا إيه؟ ما هو آسف، هو مش مثل ولا هو آية من الكتاب المقدس، لكن هو قول متداول كلنا عارفينه: ابن الطاعة تحل عليه إيه؟ تحل عليه البركة. ودايما أسأل السؤال ده، عارفين تكملة المثل ده ايه؟ تكملة المثل ليه تكملة؟ ابن الطاعة تحل عليه البركة، والمخالف حاله تالف، المخالف حاله تالف. يحمينا ربنا يا أحبائي. إذا كانت طاعة الشيطان أو أهل العالم أو أهل السوء تقود الإنسان إلى يحمينا ربنا إلى الهلاك الأبدي زي ما حصل مع آدم وكل ذريته لولا نعمة الله وخلاصه للبشرية، وما زال حتى اليوم أمامنا كلمة الله
وأمامنا صوت الشيطان. إذا كانت طاعة الشيطان أدت بالإنسان إلى الهلاك الأبدي، فقدان مال، فقدان صحة، فقدان نعمة، فقدان الحرمان من بيت الأب، فقدان حرمان من الكنيسة، زي مين؟ زي الابن الضال، خرج من بيت أبوه بسبب أصدقاء سوء، بسبب معيشته مع الزواني، بسبب المال، صوت الشيطان أو أهل السوء. إذا كانت الطاعة بتوصل، طاعة الشيطان بتوصل إلى هذا الأمر، فكم وكم تكون طاعة الله يا أحبائي اللي تعطي بركة للإنسان وتدي الإنسان سلام وسعادة حتى في القليل. حتى في القليل يقول لك إيه؟ الله بيبارك في القليل أكثر، مش أكثر، لكن حتى لو الإنسان ما عندوش الكثير. أديكم كم مثال يا أحبائي، ناخد كم مثال من الكتاب المقدس ومن العالم عشان نشوف بالضبط إحنا موقفنا إيه النهاردة من أجل الطاعة. إبراهيم أبو الآباء أطاع رب المجد في إنسان عزيز عليه، خذ ابنك وحيدك إسحاق الذي تحبه وقدمه محرقة لي. إسحاق ده جاء بعد كام؟ بعد ما كان إبراهيم عمره 100 سنة وصار 90 سنة. اسمع الكلام يا إبراهيم، اسمع الكلام، ويقول كده الكتاب المقدس: وبكر إبراهيم في الصباح الباكر. يعني مش استنى يشاور نفسه يعمل ولا ما يعملش، ازاي هيقدم ابنه ذبيحة، ابنه الوحيد اللي بيحبه واللي جه بعد تعب انه يقدمه ذبيحة. بكر إبراهيم وأخذ إسحاق وأخذ الحطب والمحرقة وربط إسحاق، واللحظة اللي جاي يرفع عليه السكين الملاك يوقفه يقول له: إبراهيم إبراهيم لا تلمس فتاك. في كبش موضوع جنب الشجرة، أخذه وإذبحه. ليه؟ لأن الله قد نظر إلى طاعتك ومحبتك، عشان كده قال له كده: أقسمت بذاتي يقول الرب إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك ابنك وحيدك أباركك مباركة وأكسر نسلك تكسيرا كنجوم السماء وكالرمل الذي على شاطئ البحر. مش كده وبس، ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولي. في سفر التكوين إصحاح 22 وعدد 16-18، ويجي في سفر في إصحاح 24 ويقول لي كده: وبارك الرب إبراهيم في كل شيء. واللي يشهد عن هذا الأمر خادمه لعازر الدمشقي، يقول: الرب بارك مولاي جدا فصار عظيما. في تكوين 25 بتخيل صعب على الإنسان إنه هو لو لقى ابنه حتى اتجرح أو مرض، إن هو ما يتأثرش، فكم وكم لمن يجي إنه يذبحه. مثل آخر يا أحبائي أو قصة أخرى في الكتاب المقدس تورينا الطاعة. معلمنا لوقا البشير يذكر لينا في إصحاح 5 التلاميذ الصيادين خرجوا من السفنتين في الصباح الباكر وهم إيديم إيه؟ فاضية. غسلوا الشباك بعد ليلة كانت إيه؟ فيها تعب، فيها مجهود، لكن للأسف بدون أي فايدة، ولم يصطادوا شيئا. يجي السيد المسيح له المجد يقول للبطرس كده: ابعد إلى العمق وإلقوا شباككم للصيد. معلمنا بطرس الرسول كإنسان له حرفة، له خبرة في الصيد،
يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نصطاد شيئا. واحنا عارفين انه مفروض يكون في على البر مش ندخل للعمق، فكم وكم لو دخلنا الى العمق. اذا كنا على البر وما اصطدناش حاجة، على في العمق حنصطاد. ولكن على كلمتك اعمل ايه؟ ألق الشبكة. على كلمتك ألق الشبكة. وفعلا لما فعلوا ذلك يقول عنه من الكتاب المقدس: أمسكوا سمكا كثيرا جدا فصارت شبكتهم تتخرق، ابتدت تتقطع من كتر السمك. شاوروا إلى الشركاء في السفينة الأخرى فأتوا وملأوا السفينتين. مش بس الشبكة هتتقطع، ده حتى السفينتين أخذتا في الغرق. وعلمنا بطرس الرسول يقول له كده للسيد المسيح: أنا آسف، أنا آسف، أخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خاطي. ما أجمل الطاعة يا أحبائي إذا امتزجت وكان فيها روح الإيمان والتسليم. سلم، سلم للرب إلهك، سلم للرب طريقك، وهو يجري في مزمور 37 عدد 5: سلمنا فصرنا نحمل. عشان كده في آية حلوة يقول عنها يا أحبائي في أمثال 28 وعدد 20، يقول لنا كده: الرجل الأمين كثير البركات. الرجل الأمين في حياته، الرجل الأمين في علاقته مع الله، الرجل الأمين في حياته مع الآخرين كثير البركات. مفيش غش، مفيش خداع، مفيش مكر، مفيش مفيش مفيش، في أمانة باستمرار. يقول له: يا رب اديني باستمرار إن أنا أسلك بأمانة طول أيام حياتي، عشان أسمع ذلك الصوت اللي قائل كده: نعما أيها العبد الصالح وإيه والأمين، كنت أمينا في القليل، أخذ البركة بعد كده أقيمك على الكثير. من ضمن الأمثلة بتاعت الطاعة الوالدين، الوالدين الجسديين، طاعة الوالدين. أول وصية بإيه؟ بوعد: أكرم أباك وأمك عشان تطول أيام حياتك على إيه؟ على الأرض. بقول الكلام دي لينا إحنا الكبار، حتى لينا إحنا الكبار مع أهالينا، وبقول الكلام دي للصغيرين وللشباب. طاعة الوالدين فيها بركة، مش باستمرار واي، حلو أسأل واي، لكن باستمرار لسن، إن أنا أسمع، ان انا اعرف. حلو ان انا اسمع واعرف، لكن كلمة نو هي دي المشكلة. كلمة نو هي دي المشكلة، يفقد بيها الانسان كثير من البركات. عشان كده كان لما يحصل اي طفل او انسان شاب كبير صغير ويتعامل بصورة جافة وعدم احترام وعدم اكرام للوالدين، يقولوا له كده ايه؟ اخذ بركة طاعة الوالدين، اخذ بركة طاعة الوالدين. انت الكسبان، مش هتخسر لما تقول حاضر، مش هتخسر لما تسمع وتطيع. قوانين الدولة، طبيعة قوانين العالم، معلمنا بولس الرسول يوصينا عليها: لتخضع كل نفس لإيه؟ للسلاطين الفائقة، لأنه ليس سلطان إلا من الله، والسلاطين الكائنة هي مرتبة من الله، ومن لا يسمع للسلطان لا يسمع لله. أبسطها، أبسطها، قوانين المرور، قوانين المرور. في إشارة حمراء نجيف، لو في انسان كده: لا انا مستعجل، سيبك من الكلام الفاضي ده، انا عايز الحق، الوقت من ذهب،
ان انا لازم اسرع، الحق الشغل بتاعي، الحق اي شيء البزنس بتاعي. سيبك منا، نكسر اشاره نكسر اشاره. طب وبعد ما تكسر اشاره، طب ما انت ممكن تكسر اشاره وممكن تروح فيها لا سمح الله وتضيع معاك اخرين. بس اتحطت الاشاره دي ليه؟ قانون، قانون عشان يحمي الانسان. وامثله كثيره لا اريد ان اطيل عليكم فيها يا احبائي، لكن حوصل لمثال مهم اليوم بالنسبه لينا. سيد المسيح في ارساليته لتلاميذه قال لهم كده: من يسمع منكم يسمع مني، من يقبلكم يقبلني، ومن لا يقبلكم اعملوا ايه؟ اخرجوا خارجا وانفضوا غبار ارجلكم. طاعة الكنيسة، لدرجة لما يجي في خصام ما بين ناس يقول كده: اخذ معاك واحد او اثنين، اخذ معاك شخص اخر، في الاخر اخذ معاك الكنيسة، ولو مرضوش يسمعوا للكنيسة وان لم يسمع للكنيسة فليكن عندك ايه؟ كالوثني والعشار. يعني ايه وثني وعشار؟ يعني انسان ما عندوش مخافة الله ولا عنده كلمة الله في حياته، ملهاش اعتبار، تتعامل معه كإنسان إيه؟ رافض لكلمة الله تماما، كالوثني والعشار. طاعة الكنيسة، طاعة المرشدين الروحيين، طاعة أب الاعتراف، وخاصة لما يكون الإرشاد بخبرة وبحسب إرشاد الروح القدس، مع احترامي مش فكر أبونا ولا فكر أي رتبة كهنوتية، لا، فكر بحسب فكر الله. ودايما بيكون في جلسة الاعتراف أو في الإرشاد نطلب إرشاد الروح القدس عشان تكون الإرشاد بحسب كلمة الله وبحسب إرشاد الروح القدس. ومين يسمع؟ هناك كثيرين رافضين إنهم يسمعوا. لعل قبل 3-4 شهور كده تكلمت عن أمر وقلت خلوا بالكم، أمر اشتراك مع كنائس أخرى ومع طوائف أخرى، سواء مرنمين سواء عظات سواء مؤتمرات سواء صلوات. خلوا بالكم يا شعب، خلوا بالكم يا أحبائي، مجرد هي جر رجل، مجرد هو طعم بيرموه، وآسف إن أنا أقول هذا الكلام. وقتها قلت كل إنسان يرجع لأرب اعترافه، اللي مشوا واشتركوا في هذا الأمر يمشي يرجع لأب اعترافه، وأنا بريء من أي إنسان يأخذ جسد المسيح ودمه ويشترك فيه من دون ما يرجع لأب اعترافه مسؤوليته ودمه على نفسه. وأظن وقتها قلت خلوا بالكم دي بداية، مش لأني يعني بتنبأ، لا، لسه ما وصلتش لهذه الدرجة، لكن قلت بكون ده وقتها بقول خلوا بالكم الموضوع هيتكرر وحيجروا مرة تانية وحيجيبوه مرة تانية وحيجيبوه مرة ثالثة. أنا على فكرة أنا ما بعملش دعاية ليهم، لأنه الموضوع أصلا ابتدى يتنشر. وللأسف، وللأسف مين اللي بينشره؟ أبناء الكنيسة اللي هنا، أبناء الكنيسة اللي هنا يقولوا لهم خدوا دي انشروه، خدوا ده رسلوه في أي إعلانات بتاعتكم أو في أي مشاركات بتاعتكم. والناس ايه تصفق، والناس ياه هنمشي، الناس ياه احنا كنا منتظرين.
أقولها الآن مرة أخرى، أنا بريء من دم أي إنسان يشترك في هذا الأمر دون أن يرجع إلى أب اعترافه. وبعد شوية هدخل وأغسل إيدي، وغسل اليد دي بعد العظة هو إشارة إلى أن الأب الكاهن بريء، إلا أي إنسان لا يسمع للكلمة اللي أعطاها لنا الله اليوم. ما تاخدهاش بصورة أبونا عنده سلطان، أبونا بيحط علينا حرم، أبونا بيشككنا، لا لا لا، ده كله لا. بس أنا ببرئ نفسي أمام الله إن أنا وصلت الرسالة أمام الله، وبعد كده كل إنسان دمه يطلب منه ولا يطلب مني. وفي نفس الوقت لأني خايف على شعبنا، خايف على أولادنا، ناس للأسف بعد العظة بيرسلولي: انت فاكرنا ان احنا مش متعلمين، انت فاكرنا ان احنا مش مثقفين، انت فاكرنا ان احنا مش احنا روحيين ولا اي حاجة، انت فاكرنا ان احنا سذج بكده. اسف اقول للأسف لما بننخدع وبنمشي معناها ان بيضحكوا علينا، لا معناها ان احنا سذج للأسف. عارفين ليه؟ لان الكتاب المقدس يقول لنا كده: لا شركة للمؤمن مع غير المؤمن. وكلمة غير مؤمن مش معناه غير مسيحي، كلمة غير مؤمن معناه إنسان لا يشترك معي في إيمان كنيسة القبطية الأرثوذكسية، لا أشترك معه لا في صلوات ولا في احتفالات ولا أي حاجة، مجرد مناسبات عزة أو فرح بشاركم فيه، فرحا مع الفرحين، بكاء مع الباكين، وانتهى الأمر على كده. لما يكون في اجتماع صلاة عالمي من أجل هدف واحد وهو وحدة الكنائس بنشترك. ليه؟ لأنه ده الهدف اللي حطيه السيد المسيح، تكون خراف واحدة في حظيرة واحدة وراع واحد. ده الوحيد، الموقف الوحيد اللي بنشترك فيهم. إنما تقول لي عشان مؤتمرات ومين اللي جاي ومين اللي جاي، كل إنسان مسؤول عن نفسه في هذا الأمر، وكل إنسان أنا بريء مرة أخرى. لا أقطع حرم ولا تعودت إن أنا أقطع حرم إلا للضرورة القصوى، لما يكون شيء ضد الكنيسة. لكن ده حياتك الشخصية، واللي عقله في راسه يعرف خلاصه، ولا حديك حل. أب اعترافك هو المسؤول عنك، أب اعترافك هو المسؤول أمام الله. إذا سمح ليك إنك أنت تمشي يبقى ده أب اعترافك هو المسؤول. إنما أنا أقول هنا أمام الكنيسة إلا أنا مسؤول بنعمة المسيح عنا. ليس لنا شركة يا أحبائي. وإحذروا وإحذروا وإحذروا، يحمينا ربنا يا أحبائي. واللي عايز بركة فعلا يسمع لكلمة الله ويطيع. طاعة الله وحفظ وصياب تجعل الإنسان يحيا في بركة. تقول لي: أبونا بتقول كلام يعني وجهة نظرك الشخصية. لا، مش وجهة نظر الشخصية. حختم بأقوال آباء وأختم بقصة أخيرة يا أحبائي. أقوال آباء عن الطاعة، ما احنا مرجعنا باستمرار الكتاب المقدس، تقليد الكنيسة، آباء الكنيسة هم ما عندهمش حاجة زي دي خالص، هم ما عندهمش ولا يعرفوا حاجة زي دي خالص. عندهم الكتاب المقدس، والكتاب المقدس حتى يفسروه بمزاجهم الخاص. عشان كده لا يقل عن 25,000 طائفة بروتستانتية في العالم. ليه؟ عشان كل واحد ماشي بفكره. إنما احنا عندنا كنيسة واحدة ماشية بالكتاب المقدس، تفسير الآباء، تقليد الكنيسة. ماذا يقول الأنبا أنطونيوس؟ يقول كده: لا تكن قليل السمع لألا تكون وعاء لجميع الشرور، فضع في قلبك
أن تسمع لأبيك فتحل بركة الله عليك. يعني فتح ودانك واسمع لصوت الله من خلال أبيك الجسدي وأبيك الروحي، أب اعترافك. يقول كده الأنبا أنطونيوس قول آخر، إن أمرت بشيء يوافق مشيئة الله فاحفظه، وإن أمرت بما يخالف الوصايا فقل أن الطاعة لله أولى من الطاعة للناس. الكلام ده كان بيحصل مع أبائنا الشهداء يا أحبائي. ما أنت بتقول يا أبونا يطيعوا قوانين الملك والدولة، كانوا يطيعوا، كان كل ما يقولوا لهم اعملوا كده يعملوا. طيب بخروا للأوثان اسجدوا للأوثان، لا، هنا الأمر يختلف، هنا ضد طاعة الله. طيب لو ما عملتوش كده هنقتلكم هنموتكم، اقتلونا واحنا مستعدين احنا خاضعين، لكن كوني ان انا اطيع، لا، اذا كان الامر يوافق مشيئة الله فاحفظه، وان امرت بما يخالف الوصايا فقل ان الطاعة لله اولى من الطاعة للناس، واذكر قول الرب إن خرافي تعرف صوتي، اللي بيتقال في كنيستي مش بيتقال في كنائس أخرى، حتى وإن كان الصورة العامة صوت الله صوت الكتاب المقدس الله، ما المسيح واحد، لا، المسيح مش واحد بالنسبة للإنسان اللي ما يسمعش ويتبع تعاليم المسيح عن طريق آبائنا الرسل، اتكلم عنها كثير من الآباء ورسلت فيديوهات كثيرة عن هذا الأمر. اسمع لقول الرب أن خرافي تعرف صوتي وتتبعني وما تتبع الغريب، وما تتبع الغريب. ومين هو الغريب؟ أي إنسان يتكلم ضد الإيمان بتاع الكنيسة بتاعتي. تقول لي يا أبونا هم ما بيتكلموش ضد الإيمان، ما أنا عارف إنه ما بيتكلموش ضد الإيمان، ما هو مش آسف، هو مش يعني هيحطها لك كده بلاك أند وايت، ده ضد الإيمان بتاع الكنيسة بتاعتك، لكن أثناء الكلام يضع الكلمات التي تعارض إيماني وإيمان كنيستي. أنبا أنطونيوس يكمل يقول كده، ثم قال إن الخروف الثابت في الحظيرة في كنيسة المسيح هو محروس. تقول آبائي مش قول يا أحبائي. الإنسان اللي يحفظ نفسه الخروف الثابت في حظيرة المسيح الكنيسة محروس، أما الذي يترك حظيرته ويذهب إلى قطيع آخر، أصل الجو مش بتاعنا، جو الصفيق ده مش بتاعنا، جو رفع اليد وهاليلويا ده مش بتاعنا، جو هز الجسم والجسد ده مش بتاعنا، لغتك تصهرك ده مش بتاعنا، هم فرحهم بالطريقة دي بطريقتهم، بس ده مش إيماننا ولا ده أسلوبنا. الذي يترك حظيرته ويذهب إلى قطيع آخر فإنه يبقى وحشيا ولن يسلم من ذئب أو لص. بلغت الرسالة؟ النهاردة معلمنا بولس الرسول يقول كده، أنذرتكم ثلاث دموع، ثلاث سنين بدموع ولم أؤخر عنكم شيء. بعد كده كل إنسان وإيه وطاعته، يقول كده معلمنا بولس الرسول النهاردة بطرس يعقوب الرسول في رسالة الكاثوليكون، لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي عالمين أنكم تأخذون دينونة أعظم. مش كل واحد زي اللي بعتوا للرسالة دي وفاكرين نفسهم إن هم
فوق الكنيسة، ماشي براحتكم، مش همسككم ولا حقطع رقبتكم، بس دينونتك على نفسك، دينونتك مع أب اعترافك، مسؤوليتك مع أب اعترافك، إنما أنا بريء من دمك، بس هو ده كل الموضوع. ويوم من الأيام هتقول إن الكنيسة كانت خايفة عليا، كنيسة خايفة على أولادي، إن أنا بعد عمر طويل ربنا يديكم الصحة والعافية هنروح، بس أولادي شافوني إن أنا بمشي الكنائس التانية دي وبشترك معاهم، هيعملوا إيه؟ طب ما بابا وماما كانوا بيمشوا، إيه اللي يمنع إن إحنا نمشي؟ وجيل يسلم جيل في الخطأ. ولن يسلم الإنسان من ذئب أو لص، الشيطان يريد أن يخطف أولاده، أولاد الله من كنيسته. آخر قول أختم به وأحبائي، إن من يسمع ويطيع فإن السلام المقدس يحل عليه. الشيخ الروحاني يقول هذا القول. أختم بقصة أخيرة كما تعودت يا أحبائي، قصة تحكي عن إيمان كنيستنا أيضا. في يوم من الأيام جاءت امرأة سيدة كبيرة، جابوها إلى دير المحرج وكانت تعاني من روح نجس، وكان في أب راهب هناك مديه الله نعمة موهبة إخراج الشياطين، ومشوا للدير وسألوا على قبلهم أب راهب اسمه أبونا سأوفيلوس المحرقي، لا أدري إذا كان يا ربنا يديه الصحة والعافية عايش أو تنيح، إنما القصة تحكي تقول إنه هو قابل هذا الناس دي اللي جايبين السيدة دي الست دي، فسألهم سؤال، قال لهم هي الست دي اتعمدت معمودية أرثوذكسية، دخلنا في التعصب يا ابونا، يا دي التعصب، لا ده مش تعصب، ده محافظة، ده على رأي طفلة صغيرة كانت دلوقتي ما شاء الله يعني متزوجة وعندها عيال، في يوم من الأيام بيقولوا لها في المدرسة انتم متخلفين، بنت من بنات كنيستنا قالت، بيقولوا لها انتم متخلفين، كانوا بيتكلموا على موضوع البوي فريند والجير فريند والكنائس التانية، ردت قالت لهم كده ايه، احنا مش متخلفين احنا مختلفين، احنا مش متخلفين احنا مختلفين، واحنا فعلا لما بنقول كلام زي كده احنا مختلفين، احنا كونزيرفاتيفز على رأي السياسة لكن احنا محافظين على الايمان، مش متعصبين احنا محافظين على الايمان. تعابير كثيرة، تعبيرات كثيرة الناس واخداها بالكل واحد بفكره، ما علينا. ابونا سأوفيلوس سألهم هل تعمدت معمودية ارثوذكسية؟ قالوا له لا ابدا. أبونا سوفيلوس قال لهم الست دي عشان يطلع منها الروح النجس أو عشان تخلص من تعب الشياطين لابد إن هي تتعمد عشان تتخلص، معمودية أرثوذكسية عشان تتخلص من الروح النجس، أبدا لا يمكن. قال لهم براحتكم، أخذوا بعضهم ومشوا وابتدوا يلفوا بالست دي على كل الأديرة وعلى كل الأطباء عشان وأماكن كثيرة عشان يلاقوا ليها شفاء، مفيش أي فايدة، مفيش أي حاجة نفعت معاها. في الآخر رجعوا لأبونا سوفيلوس قالوا له كده لو سمحت عمدها، قال لهم متأكدين عندكم هذا الإيمان؟ قالوا له أيوة عمدها. قام أبونا سوفيلوس نادى أحد الرهبان وقال له يا ابونا اخذ بركة معمودية الست دي، اللي عارف او اللي مش عارف الانسان الكبير لما بياجي يتعمد
دخل يدخل أوضة المعمودية لوحده بعد الصلوات، يقعد يغير هدومه، تغير هدومه، يلبس تونية مخصوصة للمعمودية، يدخل الأب الكاهن يعمد هذا الإنسان، يخرج الأب الكاهن، يطلع الإنسان دي من جرن المعمودية، يغير الهدوم بتاعته، يلبس الملابس البيضة، يدخل أبونا مرة تانية يرشم بالميرون في الأماكن الظاهرة بس اللي هي في الرقبة، في الوش هنا، في الرأس، في الرقبة هنا، في اليدين، في آخر الرجلين، الأماكن الظاهرة بس. وفعلا تم هذا الأمر مع هذه الامرأة. وبعد ما أبونا رشم بزيت الميرون، ابتدت تتردد هذه الست مرة تانية وأهلها على الدير مرة تانية، وكل مرة أبونا إيه الحال، إيه الوضع، قالوا له نشكر الله يا أبونا تخلصت تماما من متاعب الجسد. ده معناه إيه يا أحبائي؟ مغزى هذه القصة عشان برضو نفهم ما وراء هذه القصة. أولا، المعمودية سر عظيم يتخلص فيه الإنسان من طبيعته المايلة للخطية، واللي دايما يحاربها بإبليس بسهولة عشان يوقع الإنسان في الخطية، ويأخذ الإنسان طبيعة جديدة مايلة للخير ونتشبه بالله. وبعد كده ينال سر الميرون عشان يسكن فيه الروح القدس، وبعد كده يتقدم للاعتراف والتناول عشان تغفر له الخطايا. أربعة أسرار بيأخذها الإنسان الكبير في يوم المعمودية بتاعته. تقول لي فين الأسرار دي في الكنائس التانية، في الكنيسة اللي بنشترك معاها، فين الأسرار دي؟ مفيش، مفيش. لا يعترفوا بأي سر من أسرار الكنيسة. إزاي يا أبونا؟ ده عندهم معمودية، ما عندهم معمودية كمثال. المسيح اتعمد فالإنسان بيتعمد، لكن فيها غفران خطايا؟ أبدا. فيها ميراث للملكوت؟ أبدا. ليه؟ لأنه ما فيش روح قدس بيتعمد به الإنسان، يحطوه في موية كده وخلاص كده، كده أنت خلصت كده. ينفع؟ ينفع نشترك مع أناس بهذا الفكر وبهذا الإيمان؟ ناس ما عندهمش جسد المسيح ودمه، عندهم كسر خبز. ليه؟ اصنعوا هذا لذكري بس، كفاية مرة في الشهر، كفاية مرة كل شهرين، كفاية. ده احنا عندنا جسد ودم عمانوئيل يوميا على المذبح، والشماس ينادي انظروا إلى المشرق إلى الشرق، جسد ودم عمانوئيل موضوعين عليهما. اعتراف؟ لا، اعتراف لربنا على طول. ليه أمشي لأبونا؟ هو أبونا أحسن مني؟ لا، مفيش سر اعتراف. طيب، واللي قال للتلاميذ من غفرتم لهم خطاياهم غفرت ومن أمسكتموه عليهم أمسكت، تقول لي إيه كلام المسيح ده؟ يقول لك لا، ده مش للخطايا، مش للاعتراف. أمال ده لإيه؟ غفران لإيه؟ فهمونا. طب ما احنا عايزين نفهم، فهمونا ده معناه ايه. وبعد كده الانسان، لا يا ابونا، احنا لما بنمشي نشترك ما بنشتركش في الحاجات دي كلها، احنا عارفين ايماننا. خلي بالك، ما عنديش غير ان اقول لك خلي بالك، وسلمت الرسالة. اخيرا يا احبائي، الطاعة. الست دي واللي معاها لو ما كانوش اطاعوا كان هتفضل طول حياتها في هذا العذاب من الروح النجس، إما جواها أو متاعب الشيطان عليها. واليوم يا أحبائي، ما هو موقفنا؟ ما هو موقفنا من الطاعة؟ هل نريد أن نطيع الرجل الأمين كثير البركات وابن الطاعة تحل عليه البركة؟ بل وأكثر من ذلك، قدم السيد المسيح نفسه طاعة، ويقول كده وتعلم الطاعة وكان مطيعا حتى إنه أسلم ذاته على عود الصليب. مسيحنا القدوس اليوم يا أحبائي يفتح آذاننا ويفتح قلوبنا ويعطينا أن نحذر
لضوء لصوت إبليس عامة، أيا كان، ما بقولش عليهم إبليس، بقول صوت إبليس عامة، ويعطينا أن نسمع لكلام الله. طوبى طوبى، يعني يا بخت يا سعادة الذين يسمعون كلام الله ويحفظونه. لإلهنا كل المجد وإكرام والسجود من الآن وإلى الأبد، أمين.